دكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، برحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. الاول كل عام وحضرتك طيب. كل عام وحضرتك بخير ومصر كلها بخير. انا بشكرك على تواصلك معنا وبشكرك على المجهود اللي بتقوم بيه كمان في القطاع الزراعي. متشكرين جدا. انا كان معايا مداخله بيقول لي ان الجار قطع عنه الميه في حكم قضائي بتمكينه من الترعه، تم تنفيذه، وبعد ما تم التنفيذ والشرطة سلمت مشي، الراجل اتعدى تاني وقاطع المية النهاردة وهو فيه لسه رفع قضية تانية واشتكى، بس الجمعية النهاردة بتعمله محضر تبوير، فده بيبقى موقفه ايه؟ هو الراجل المية مش واصلاله، مش عارف يزرع، وبيقول ان انا معايا اوراق، فحضرتك شايف ان الموضوع ده يتحل ازاي؟ حضرتك المواطن يتفضل مشكور يتواصل معانا ويجي لي المكتب او يتواصل معانا باي شكل من الاشكال، هننزل لجنه معاه تشوف الوضع ايه بالظبط على الطبيعه. تمام. وتفحص الاوراق والمسندات اللي موجوده وان شاء الله نقدر نحلها. تمام، وانا بشكرك على يعني سرعه الاستجابه. هيجي لحضرتك، هيجي بعد اذنك لحضرتك معاه صور من الورق، تنزل لجنه تشوف هو ليه مصدر راي تاني ولا لا. حالا بالظبط. ولا الميه مقطوعه عنه فعلا؟ ونتعاون مع الري ومع الجهات الاخرى بحيث ان احنا لو هو ليه حق ياخد ان شاء الله. انا عارف هو اسمها قريه الملاحه في سيدي سالم، وهخليه يتواصل مع حضرتك والاعداد هيدي لك رقمه. لو جينا بقى بما انك موجود معانا ولازم يعني نطمن منك على القطاع الزراعي في محافظه كفر الشيخ بالنسبه لتوافر الاسمده للموسم الشتوي، هل هي متوفره في الجمعيات؟ في بعض الاماكن حصل فيها اختناقات، تقول ايه للمزارعين عن صرف الاسمده؟ الحمد لله محافظه كفر الشيخ من المحافظات الحمد لله اللي الاسمده فيها لحد ما الحمد لله الوضع مطمئن جدا. بنتابع حركة الأسمدة وحركة توزيع الأسمدة بكل دقة. يمكن أنا كل متابعاتي ومرور الميداني كله لازم أدخل في بعض جمعيات وأطمن على المخازن وعلى الأسمدة وحركة الأسمدة فيها. الوضع إلى لغاية دلوقتي في كفر الشيخ مطمئن جدا، المقررات السمادية بتصرف بكل سهولة بكل يسر، متوفرة إن شاء الله، عندنا أرصدة كافية إلى حد ما إن شاء الله. أنا بوصي بس لبعض المزارعين اللي بيعملوا عملية مغالاة في التسميد وخاصة التسميد الأزوتي، بقول إن دي مقررات مدروسة من مركز البحوث، ويمكن إحنا في كافة الندوات بتاعتنا بنوصي المزارعين باتباع التوصيات الفنية لمركز البحوث والإرشاد الزراعي فيما يخص المقررات السمادية بالنسبة للقمح وبالنسبة للفول البلدي وبالنسبة لكافة المحاصيل كلها. هل هناك تعليمات بتحديث الري؟ ابتديتوا تشتغلوا على هذا الملف في كفر الشيخ؟ ملف تحديث الري من الملفات المهمة جدا الحمد لله. يمكن محافظة كفر الشيخ من المحافظات اللي فيها فيه تطوير للري، يمكن عندنا حوالي مساحة 65 ألف فدان تم تطوير الري الحقلي بهم بالتعاون مع وحدات تطوير الري الحقلي. الحمد لله برضو ماشيين قدما في عمليات زراعة القمح على مصاطب. يمكن زراعة القمح على مصاطب بتنزل استهلاك المية لحوالي 25%، بنحاول ننشر هذا الوعي ما بين المزارعين في كفر الشيخ. برضو عندنا مساحات من الري بالتنقيط خاصة في الموالح وفي الخضار توصل لحوالي 8000 فدان. جاري التوعية بالنسبة لمزارعي الموز ان هم يتبعوا عمليات الري بالتنقيط، وطبعا المزارعين لما يتبعوا عمليه الري بالتنقيط دي هيبقى شيء كويس جدا، وكثير من المزارعين واحنا كمان من الناحيه العمليه شايفين ان الانتاج نفسه بيزيد، بعظم الاستفاده من الاسمده. الري نفسه انا ما بستهلكش كميه سولار كتير فيه، دي بيبقى بديل كويس جدا عن الري بالغمر. ولكن احنا بنتعامل هنا في كفر الشيخ في عمليه الري بالتنقيط بمعايير معينة على أساس ملوحة الأرض وملوحة التربة وكده، يبقى احنا واخدين بالنا منها. انت عندك أماكن لازم ترويها رأي غمر، ما تقدرش تستغنى عن رأي الغمر فيها. بالظبط، يمكن الساحل الشمالي ده كله ده لابد من رأي غمر فيه، ولكن في بعض مناطق عندنا زي تسوق وفوق وكفر الشيخ وبيه لبعض مناطق فيها وقالين يمكن اتباع بعض أنظمة الرأي الحديث فيها. وفي بعض النظم اللي احنا بنطبقها دلوقتي بتعليمات معالي الوزير الزراعة اللي هي الزراعة على المصاطب وزيادة المساحة في الزراعة على المصاطب، دي شيء كويس جدا. يمكن تخيل حضرتك لو مساحة مصر كلها في القمح تحولت إلى زراعة على مصاطب وكذلك الذرة، يبقى احنا هنوفر برضو كميات كبيرة جدا من الماء إن شاء الله. صح، أنا بشكرك يا فندم وبالتوفيق، ويعني إن شاء الله هنتابع معاك مشكلة الأستاذ علاء اللي هي مرتبطة بمحاضر التبوير، نعرف في تبوير فعلا ولا الراجل ده الميه مقطوعه عنه. بشكرك الدكتور ناجح فوزي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه كفر الشيخ. لازم نبقى عارفين
عشان يبقى في زراعه ناجحه لازم يبقى عندنا امانه واحنا بنتعامل مع ارضنا الزراعيه. ربنا سبحانه وتعالى بيورينا ايه من اعظم اياته، من اعظم ايات ربنا سبحانه وتعالى في القطاع الزراعي. احنا بنقوم بالعمليات الزراعيه ووضع البذره، وربنا سبحانه وتعالى بيتولى الانبات، وبنشوف المحاصيل المختلفه والزروع المختلفه، ومصر سله غذاء للعالم كله. فالنهارده وانت بتتعامل مع ارضك لازم تخلي بالك ان دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. موضوع ان انا التبوير او البناء على الارض الزراعيه او التشوين او استخدام الارض الزراعيه في اغراض اخرى، ده كله مرفوض. وعايز اقول لحضراتكم في رسائل بتجيلي على صفحه البرنامج وناس بتقول كلام يعني في بعض الاحيان صعب جدا. يقول لك انا كنت عامل مشروع على ارض زراعيه والمشروع توقف لان ده مخالف. حضرتك عارف وانا قلت كده من بعد الثوره، يا جماعه اللي هيتعدى على ارض زراعيه بالبناء او ان هو يقيم مشروع مش هيكمل، هيجي له يوم هيلاقي نفسه بيقف امام القانون وامام اراده شعب. فما تجيش تقول لي اصل انا النهارده مش عارف اعمل ايه. حضرتك عملت مأزق للمجتمع كله، اقتطعت جزء من اهم الاراضي في الدولة المخصصة لانتاج الغذاء وابتديت تستثمر عليه بطريقة مختلفة. ده مخصص للزراعة.